التمر الهندي، أحب في رمضان شراب التمر الهندي، يسمونه أحياناً العرديب وأيضاً الحومر، وكلما شربته وتمززت بحموضته التي يعادلها السكر البني أو الأبيض أتذكر قصة ذلك الدجال الهندي الذي زعم في نحو عام 600 للهجرة أنه صحابي يبلغ من العمر 650 عاماً، وتوفي عام 632 للهجرة. اسمعوا قصته كما يرويها رجل سافر إليه اسمه الحسين بن محمد. كنت في زمن الصبا سافرت مع أبي وعمي وأنا ابن 17 سنة من خراسان إلى الهند، وكنا في تجارة فوصلنا إلى ضيعة من أوائل الهند، فسألنا عن ذلك فقالوا هذه ضيعة المعمر الشيخ رتن، فرأينا بفناء الفرجة شجرة عظيمة وتحت ظلها جمع عظيم، فتبادر أهل القافلة نحو الشجرة فتلقانا من تحتها عدد من الرجال، ورأينا زنبيلا كبيرا معلقا في غصن من الشجرة، فسألناهم عنها فقالوا في هذا الزنبيل الشيخ رتن الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بطول العمر 6 مرات، فسألناهم أن ينزلوه لنسمع منه، فتقدم شيخ منهم فأنزله من بكرة، فرأينا الشيخ في وسط القطن فإذا هو كالفرخ، فحسر عن وجهه ووضع فمه على أذنه وقال يا جداه هؤلاء قوم قدموا من خراسان فيهم شرفاء من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سألوا أن تحدثهم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا قال لك. فعند ذلك تنفس الشيخ وتكلم بصوت كصوت النحل بالفارسية فقال سافرت مع أبي وأنا شاب في تجارة لي إلى الحجاز، فذكر قصة اجتماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، وأن السيل حال بينه وبين الإبل التي مر عليها، وأنه حمله وخاض به إلى أن أوصله إلى إبله. قال فلما قضيت أربي من مكة رجعت إلى الهند وتطاولت بي المدة، فرأيت في ليلة من الليالي القمر قد انشق نصفين، فغرب نصف بالمشرق ونصف بالمغرب وأظلم الليل، ثم عاد كل نصف إلى مكانه، ثم التقيا في الشمال في وسط السماء كما كانا أول مرة، فسألنا الركبان فقالوا إن نبيا بعث بمكة، فسأله أهله معجزة فأراه منشقاق القمر، فتجهزت وسافرت إلى مكة واجتمعت به فعرفني ولم أعرف، وبين يديه طبق رطب فقال يا بابا أدن مني وكل، فذكر قصة إسلامه ودعا له بارك الله في عمرك وأعادها 6 مرات، فاستجاب الله دعاء رسول الله وبارك لي بكل مرة 100 سنة حتى صار عمري 600 سنة وزيادة، وكل من في هذه الضيعة من أولادي وأحفادي. ومن أخباره العجيبة أنه كان في زفاف فاطمة على علي في جماعة من الصحابة، وكان ثمة من يغني فطارت قلوبنا ورقصنا، فلما كان الغد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلتنا فأخبرنا فلم ينكر علينا ودعا لنا وقال اخشوشنوا وامشوا حفاة تروا الله جهرة. هذا الدجال اسمه رتن ابن عبد الله ابن ساهوك ابن جاكندريو البوترندي، وقيل اسمه رتن ابن نصر ابن كربال أو هو ابن مندي، وكان عمره يوم أظهر دعواه نحو 90 عاما، وقد أعانه ولداه محمود وعبد الله على إشاعة كذبته. والعجيب أن قوما من العلماء والمحدثين صدقوه ورووا عنه وأخذوا عن ابنيه، ثم نسج الكذابون قصصا عنه لم يروها أصلا
استمراء لكذبته، وقد ألف فيه الإمام الذهبي جزءا عنيفا سماه كسر وثنرة. ومن كلام الذهبي في جزئه هذا: من صدق بهذه الأعجوبة وآمن ببقائرة فما لنا فيه طب. عفوا، كنت أتحدث عن التمر الهندي، ما الذي جاء به إلى هنا؟ لقد كانت جداتنا يبلون هذا التمر لساعة أو ساعتين ثم يصفينه ويقمنا بخلطة التمر الهندي القديم، ويقمنا بخلط التمر الهندي القديم الأحمر المسود بالجديد البني المصفر ليكون أكثر تركيزا، ثم يضاف له الكثير من السكر وربما العسل. وإذا أردت أن يكون أكثر جودة في الطعم فاخلطه ثانية بالخلاط حتى يرغي، وشرابا هنيئا مريئا.